سليمة، هنا خطأ، ممكن جول، جول! كريستيانو رستميت يسجل الهدف الأول لمصلحة ساسولو. ضرب قوي في اللقطة الماضية، خطأ من جانب سيرفينسكي حارس المرمى البولندي، يخطف الكرة وبالتالي بعد ذلك يأتي الهدف لمصلحة النرويجي كريستان ثورستفيت ولمصلحة ساسولو. شوف الكرة من خطأ، شوف اللقطة الماضية، أتت الكرة بهذه الصورة، يسارية قوية، نعم في المرمى، بابا با با على الكرة الماضية، هيأها لنفسه وبعد ذلك اصطاد الشباك بهذه الصورة كريستيان ثورستفيت، نعم يسجل الهدف الأول على حساب بولونيا في مرمى بولونيا لمصلحة ساسولو بهذه الصورة الرائعة. اضرب، نعم كرة قوية جدا عاقب فيها حارس المرمى. في كل لحظة من لحظات المباراة تحدث بأنه اللاعب الذي ينتظر عندما تأتيه الكرة، نعم ويأتي بهدف التعادل لمصلحة بولونيا، هدف التعادل يأتي، هكذا هو زيركسي، نعم كان مرتكزا في المكان السليم وبعد ذلك على الواقف على المرتاح. شوف الكرة، على الكرة الماضية والهدف الرائع في غاية الروعة في غاية الجمال. هذا الهدف هدف التعادل يأتي عن طريق زيركسي، وربما تكون خطيرة في منطقة الجزاء، خطيرة، جول 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 جول! فولباتو يسجل هدف في غاية الروعة في غاية الجمال. نعم هنا ساسولو يأتي بهدف رائع جدا من كريستيان فولباتو. الله على الهدف الجميل في غاية الجمال بكرة يسارية وضعها حط في اللقطة الماضية أمام مرأة ياغو موتا. شوف الكرة، يا عيني على هذا الهدف، هدف يدرس، هدف يؤخذ في المناهج. شوف الكرة اليسارية صلحها لنفسه وبعد ذلك ركلها ركلة في غاية الروعة والجمال. جمال جمال جمال، الله الله الله، على كرة جميلة. يرسل الكرة في الطرف الأيسر، عرضية موجودة والرأسية تأتي والخطورة، جول! با 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 نعم يأتي الهدف، جوفاني فابيان، جوفاني لا يجعل بولونيا يعاني، جوفاني بهذا الارتقاء الكبير تنفس الصعادة هنا مع جوفاني، وبالتالي السيد ياغو موتا فرحة كبيرة بهذا التعادل. شوف الكرة، شوف الارتقاء، الله على الكرة الماضية، نعم ارتقى بهذه الصورة ووضع الكرة بالمل في المرمى على هكذا اسلوب رائع جدا. بولونيا يعودون، بولونيا الكبار، بولونيا ولا التوغل، وهنا لدينا لمسة خطيرة وكرة ما زالت قائمة وربما تأتي بهدف خطير. با 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 هدف ثالث، هدف الانتصار، هدف النار. الله يا بولونيا، يعودون بعد أن كانوا قد تخلفوا
عقلهم. افرح يا سيد موتا، شوف الكرة اتت بهذه الصورة عن طريق زكزي، وبالتالي تصويبة قوية جدا في الزاوية البعيدة من فريكسون، هنا بالفعل يركلها بهذه الصورة الرائعة، ركلة جميلة لبولونيا، يحافظون ويسجلون ويتقدمون وينتصرون في ثقة. بدأوا الآن يرسمون ويلونون ويقذفون القاذفات. جميلة بعد رسمة رائعة، دخلات وهنا هدف وفرحة السيد موتا. نعم بهذا الهدف وبهذا التقدم، الله 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 يا بولونيا، هنا صبغة الكبار، هنا صبغة الكبار تأتي في مباراة رائعة. أليكسيس سالميا كيرس، نعم أوهو، كونسيلي عجز، كونسيلي بالفعل، كونسيلي لقد عجز عن الحراك امام هذه الكره. كونسيلي المدافعين اخذهم واحد تلو الاخر، ومن ثم ركل كره، وفرحه كبيره بهذا